يعني لو جينا نبص على مو صلاح مثلا، مو صلاح لو هنتفرج يعني ده راجل لاعب كوره معروف، كل حاجاته بتبقى فيها هدف ان هو يخلي الشباب يبقى قدوه للشباب. بالظبط، بس عايز اقول لك على حاجه، محمد صلاح ما بيحطش حياته الشخصيه على السوشيال ميديا، بيحط يعني منها حتى حاجات. لما بتلاقي، هقول لك على حاجه، ما بتلاقي مثلا بنته مكه او زوجته او كده، بتشوفهم فين؟ وهم في الملعب، وهم بعد ماتش كوره عملوا يعني، بس ما افتكرش ان هو مثلا نزل حاجه ليهم وهم في البيت او صوره شخصيه او هم خارجين. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، في كل حد بينزل الجزء اللي هو حابب ينزله. بالظبط، في ناس بتحب تنزل كل حاجتها يعني كل الحاجات بتاعتها بتاعت حياتها الشخصيه على السوشيال ميديا، وده قليلين قوي، لان الموضوع صعب ان انت تبقي بتصوري نفسك في المطبخ وفي اوضه النوم وفي الصالون ومش عارف ايه، ده صعب جدا ان انت تبقي بتعملي ده وانت بتاكلي. الناس مثلا ممكن تصور وهي بتاكل وهي في مكان افتتاح مثلا. مش عارف، بس احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلنا انه من اضرار السوشيال ميديا ان احنا بقت كل تفاصيل حياتنا على السوشيال ميديا. طيب انا دلوقتي واحده، انا مش في امكانياتي ان انا اعمل كل ده، مش برضو مش ناقمه عليه يعني، ولا ناقمه على حياتي، لو مش بحقد عليك ولا ناقمه على حياتي، قولي الحقيقة، بس طبيعي يعني يعني بحقد شويه على الفولورز اللي عندك يعني، بس ايا كان انه انا دلوقتي مثلا انا معيش فلوس يا سيدي ان انا اروح المكان اللي انت فيه، تمام، او معيش فلوس اجيب نفس الاكل اللي انت بتاكله. انا الحمد لله عندي رضا، ولكن من جوايا برضو هكون اللي هو ببص، طب ليه يعني، طب يعني انا نفسي، طب انا كذا، فده ممكن يخليني ان انا بعد شوية وقت أبقى لا، أبقى مش راضي عن حياتي. لا، ممكن يبقى العيب مني على فكرة، مش العيب منك، ولكن ليه نحط الحالة دي؟ أنا شايف من وجهة نظري، أولا أنا مثلا لما بروح في مكان بعمل أنا ولولي مثلا بنصور أكلنا، بنصور حاجتنا، علشان في ناس قادرين ان هم يعملوا زينا فيتبسطوا بالمكان اللي هم ما يعرفوهوش ده، فبيكسر عندهم مكان جديد، بدلهم مكان جديد، بيكسروا حاله الملل اللي ممكن تبقى هم راحوا اماكن معينه بيروحوا فيها دايما فبداوا يزهقوا. لا، هنروح المكان ده الله شكله حلو، اكله كويس، الكلام ده كله. لو مكان مش حلو بنقول عليه مش حلو مثلا، فالناس ما بتبدا ان هي تتجنب المكان ده. بس انا واحد مثلا مش قادر ان انا اروح المكان ده عشان غالي، يا اما حاجه من الاثنين، يا اما انا لازم كلنا نبقى قنوعين. ما هو انا دلوقتي في ليفل مستوى اجتماعي، في ناس اعلى مني اكيد، اعلى مني اكيد طبعا. يعني انا لو باكل حاجه النهارده ب 100 جنيه، في حد بياكل ب 1000 جنيه، صح؟ ماشي، وفي ناس بتاكل ب 50000 جنيه.